ناري وطرح جبلي. اه يا هز النخل جبلي طرح بحري وطرح جبلي، والفقيرة تحت جملي في المراية اللي تزغلي ليها العروس. الحصيرة لف خلخلها الجزيرة، اللي بايت عالحصيرة لف خلخلها الجزيرة، اللي بايت عالحصيرة لف خلخلها الجزيرة، علقتني بالضفيرة الغزالة أم البزيل يا العروسة. لما شمر قلت فل وقلت مرمر، شفت كوعك لما شمر قلت فل وقلت مرمر، شفت كوعك لما شمر قلت فل وقلت مرمر، العجين التاني خمر والدرع لسه بخدل يا العروسة. الحمد لله الحمد لله اللي انت اتجوزتي، الحمد لله وجه الفرح. انا عايزه افهمك حاجه، الواحد لما بيبقى واخد الانسان عن حب، او انا بطبعي كده، بيبقى عندي حته تشاؤم فظيعه. مش هيتم الفرح، يعني ايام الخطوبه مش هيتم الخطوبه، كاتب الكتاب مش هيتم كاتب الكتاب. وفعلا يعني يوم كاتب الكتاب موقف كوميدي جدا حصل. عاطف ما جابش البطاقه وجاب الباسبور، فطبعا ما فيش جواز بالباسبور، الست بس اللي بتتجوز بالباسبور، الراجل لا، ده القانون الجديد يعني، عشان لو في زوجه اولى او مش عارفه ايه فلابد من اخطاء حاجات مشاكل مش قضيتي يعني. فالمأذون قال لا لازم البطاقه. فين البطاقه يا عاطف؟ قال لك مش عارف نسيتها يا فين. قلت له لا هتتجوز يعني هتتجوز. ما حاولش. وفعلا بعتنا جبناها بسرعه من بيته وكده.